أصدقاء أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة طبعا جديدة ومفيدة من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج الفار. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، ومعاكم طبعا برنامج الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. النهاردة طبعا عمل لكم حلقة جديدة وحلقة قيمة وقام بنتكلم فيها طبعا على المباراة الهامة في مشوار الأهلي لحسم لقب الدوري، واللي كانت أمام نادي الإسماعيلي الكبير وانتهت بتفوق النادي الأهلي بثلاثة أهداف بلا رد، أحرزهم على الترتيب نصر قرطاج التونسي الكابتن علي معلول والكابتن الكبير اليوبادجي، وطبعا طبعا لاعبنا المفضل الكابتن أحمد الشيخ. نبدأ مع بعض كده بقى ونحلل كده شكل المباراة كان ايه. هب بقى مشروبك المفضل وتعالى اتكلم بقى، تشرب بقى قهوة ولا اي حاجة تعمل حسابي معاك. المهم يعني ما علينا، الاهلي بدأ اللقاء بتشكيله المعهود، ولكن بدأ بجونيور اجاهي مكان مروان محسن، وكان ضاغط من بداية اللقاء عشان يحسم المباراة بدري. مدافع الاسماعيلي بيغلط، ضغط من اليو بانجي، هوبا حارس المرمى امسك من ضرب الجزاء للاهلي في الدقيقة الاولى. يدخل طبعا النسر التونسي الكابتن علي معلول، خد يلا روح حاططها طبعا على شمال الحارس ليحرز الهدف الاول للنادي الاهلي، وتكون النتيجة 1-0. يبدأ الاسماعيلي يضغط في احداث الشوط الاول، ويبدأ ان هو يحاول يخلق هجمات قدام النادي الاهلي، بيستغل سرعات لاعيبته، بيستغل الضغط في نص الملعب، وطبعا حتى في لقطه كده شفناها للشناوي بيزعق لكل خط الدفاع لانه حس ببعض الارتباك، وده كان ممكن يكلفنا بعض الاهداف. تبدا احداث الشوط الثاني، ويبدا الاهلي يضغط، ونشوف كوره خزعبليه من الكابتن محمد مجدي قفشه يلعبها، طبعا العارضه تزغرت من الكوره، ولكن تحصل بعد التغييرات طبعا من فايلر عشان يدعم صفوف الفريق يعني قوه هجوميه، وينزل طبعا وليد سليمان، وينزل كهربا، وينزل مروان محسن، ينزل لعيبه يعني من دورها ان هي تطور الاداء الهجومي للنادي الاهلي. وهي مؤمن اول كوره ياخدها وليد سليمان، يروح عامل تاكلنج توصل لاحمد الشيخ، ياخد احمد الشيخ يلعبها لاليو بانجي، وخد يلا روح رايح على الكاميرا الثانيه يلعبها على يمين الحارس ليحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي. بعد كده بيجي فاول من على حدود المنطقه بتاعت الاسماعيلي، بيلعبها وليد سليمان بقوه شديده، تقع من ايد حارس مرمى الاسماعيلي، ويحط احمد الشيخ ليحرز الهدف الثالث للنادي الاهلي. وتستمر احداث اللقاء وسط ضغط من الاهلي، وسط بعض المحاولات على استحياء طبعا من الاسماعيلي، ولكن يعني الاسماعيلي كان شبه مستسلم خلاص لاحداث اللقاء ومش قادر ان هو يرجع، هي بس كوره واحده اللي اتشاطت وجت في العارضه جنب الشناوي، ويعني خلاص هو كان في حاله من الاستسلام. وانتهت المباراه في النهايه بتقدم النادي الاهلي على نادي الاسماعيلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، وبكده بقى الاهلي ناقص له ثلاث نقط ويحسم الدوري تماما تماما تماما، ونحتفل جميعا بالدوري رقم 42. طبعا بما اننا برنامج الفار فهنعمل لكم فقره اسمها الفار عادي جدا، هاشتاج بديهيات، ولكن احنا عايزين نتكلم على الاحداث اللي حصلت امبارح، وشفنا الاستعانه بالفار في طبعا ضربه الجزاء اللي حسبت للاسماعيلي على حساب النادي الاهلي، واللي كانت يعني ايه مثيره للجدل شويه. الكره اتلعبت سريعه جدا، جت للكابتن رامي ربيعه، وهي جت ما بين كتفه وما بين راسه، يعني هي تعتبر يعني عند شعر مناخير يعني حته هنا كده، يعني هي هنا كده. المهم يعني هي جت هنا وقعد الراجل يعيد ويعمل كده ويعمل. المهم يعني ما عليه، راح حسبها ضربه جزاء، رغم ان انا من وجهه نظري هي مش ضربه جزاء، يعني هي ما جتش ناحيه ايده خالص، هي كوره جت هنا وردت ناحيه ايده ورامي ربيع رجع ايده لورا، ولكن في النهايه ده تقديرا للحكم، والحمد لله في الاخر ضاعت، يعني الحمد لله احترف في نادي الصيد وراح شايطها في السماء. بالنسبه بقى لقب البابا الحقيقي اللي عودناه عليكم، او اللي هو بالنسبه لكم بالبلدي يعني مان اوف ذا ماتش، طبعا انا من وجهه نظري شايف ان هو يستحقه لاعب يعني من وجهه نظري المتواضعه، لان انا شفت ان يعني هم مدينها لاليو ديانج، اليو ديانج لاعب عظيم واتطور جدا وعامل فرق كبير في خط الوسط، ولكن انا عن نفسي بديها للكبير السنغالي اليو بادجي. الراجل يعني بيتطور بشكل ملحوظ جدا جدا جدا، بيضغط على دفاعات الخصم، بيهدف بدماغه، بيهدف برجله، الفوت ورك عنده ممتاز. الاهم من ده انه امبارح هو ساهم في هدفين، هو احرز هدف وكان ليه دور في ضربه الجزاء بسبب الضغط اللي عمله على حارس المرمى، فبالتالي يحصل معانا على لقب البابا الحقيقي الكابتن الكبير اليو بادجي.
اما عن الفقره الاخرى طبعا وهو لقب محترم واللي بنكتبها طبعا مفرطه زي ما قلنا لحضراتكم، ودي بتبقى يعني اللي هو زي ذا بيست اسيست او يعني افضل لاعب بعد المان اوف ذا اللي هو شريكه في المهم يعني. فانا بعديها برضو يعني بصراحه للكابتن وليد سليمان. كابتن وليد سليمان لاعب كبير وكل ما بينزل هو لاعب مؤثر وبيصنع الفارق، وزي ما شفنا من اول لمسه ليه فجاه انت حسيت بخطوره كبيره جدا، وفجاه حسيت ان الاهلي بقى ليه شكل هجومي مختلف جدا، وده بيخلينا نقول ان اللاعب ده يعني بجد والله فعلا هو لاعب من الذهب، واحنا يا ريت نحافظ على كابتن وليد سليمان. ويعني انا مش عارف اعمل له ايه، اعمل لك ايه يا وليد، اعمل لك ايه حبيب، بحبك. نرجع لموضوعنا يا جماعه وفقره السلك العريان، نحب نمسكها طبعا لدفاعات النادي الاسماعيلي. طبعا مع احترامنا شديد للاعبين وهم طبعا كباتن كبار وعلى راسنا، ولكن كان في خشونه شديده في الالتحامات، وده قد يؤدي الى قطع كوره وقطع الصليبي وقطع عشنا، وهتبقى مشكله كبيره يعني. فيا جماعه ارجوكم يا ريت الالتحامات تبقى يعني ابسط من كده، عشان دي كوره يا جماعه. اتصلى على النبي يا اخوانا، في هنزل احوش بقى مش طالبه فرهضه. حابب اتكلم على لقطه مهمه جدا، وهي طبعا لقطه العرفان بالجميل للكابتن الكبير مؤمن زكريا. زي ما شفنا كابتن مؤمن زكريا جه النادي واللعيبه استقبلته افضل استقبال، لان هو طبعا واحد منهم، ومراعاه للحاله الصحيه ربنا يا رب يتم شفاه على خير. وده اللي حابين ننوهه له يا جماعه، ان هي كوره لعبه فيها انسانيات، ولازم ان احنا ناخد بالنا من ده، ونعرف ان اللاعبين دول هما في النهايه بشر وليهم عائلاتهم وليهم حالتهم، ولازم نراعي ده واحنا بنتعامل مع اللعيبه. وزي ما بيقولوا ان فوتبول از نوت جاست ا جيم، يعني الكره ليست مجرد لعبه ولكن في انسانيات لازم نراعيها. فتحيه كبيره للكابتن مؤمن زكريا، وتحيه للنادي الاهلي ولاعبين الاهلي على هذه اللقطه الجميله والقيمه والقامه. وبالاضافه لكده طبعا الملك المصري محمد صلاح بعد ما احرز الهدف الثالث ليه النهارده والرابع في مرمى ليدز يونايتد، احتفل الاحتفال طبعا الشهير بتاع الكابتن مؤمن زكريا، وبعد كده عمل رقم 8 دعما ليه، وبنقول لك شكرا جزيلا يا فخر العرب يا ايجيبشن كينج. كانت حلقتنا معاكم طبعا من برنامج الفار مع احمد نادر على قناه الاهلي اونلاين تي في، بنوعدكم طبعا بحلقه جديده وحلقه قيمه وقامه اخرى ان شاء الله. وسؤال الحلقه معانا يا جماعه، ليه اجايه لسه حزين؟ احنا مش عارفين لحد دلوقتي اجايه برده يا جماعه بنجيب اجوان والراجل متضايق جدا، الراجل متضايق جدا. فجماعه اي حد يعرفه بس يكلمنا على الرقم ده، يظهر بقى على الشاشه الرقم ده، ما فيش اي حاجه تظهر ما علينا يعني، ولكن اعرفوا لنا اجايه ليه حزين وقولوا لنا في الكومنتات. مع احمد نادر برنامج الفار الكبير، ومنتظرينكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. We'll be right back.